تحية إلى الشباب، مدخل إلى النص. قدم الشاعر تحيته للشباب، فهم بنات المستقبل المشرق وأمل الأمة الواعد، يقدمون كل ما يملكون في سبيل تقدم البلاد وازدهارها، متنبهين للأخطار المحيطة بها. أحمد شوقي عاش بين عامي 68 وثمانمائة وألف واثنين وثلاثين وتسعمائة وألف. شاعر عربي من أبرز شعراء مصر في العصر الحديث، لقب بأمير الشعراء، درس الحقوق في فرنسا واطلع على الأدب الفرنسي، ويعد رائد المسرحيات الشعرية. طبع ديوانه باسم الشوقيات، وله مسرحيات شعرية منها مسرح كليوباترا، مجنون ليلى. صدرت له الأعمال الشعرية الكاملة، ومنها أخذت هذه القصيدة: قالوا أتنظم للشباب تحية، تبقى على جيد الزمان قصيدة. قلت الشباب أتم عقد مآثر، من أن أزيدهم الثناء عقودا. قبلت جهودهم البلاد وقبلت، تاجا على هاماتهم معقودا. ما كان أفطنهم لكل خديعة، ولكل شر بالبلاد أريدا. جادوا بأيام الشباب وأوشكوا، يتجاوزون إلى الحياة الجودة. أنتم غدا أهل الأمور، وإنما كنا عليكم في الأمور وفودا. فابنوا على أسس الزمان وروحه، ركن الحضارة باذخا وشديدا. إن الذي قسم البلاد حباكم، بلدا كأوطان النجوم مجيدا. شرح المفردات: الجيد العنق، مآثر مكرمة متوارثة كالفعل الحميد، باذخ أي فاخر له شأن عظيم. قالوا أتنظم للشباب تحية، تبقى على جيد الزمان قصيدة. قالوا هنا بمعنى سألوني، أتنظم أي أتقول الشعر. الشباب الفتيان، تحية أي سلام ترحاب، تبقى أي تدوم تخلو، جيد أي عنق رقبة، الزمان الدهر الأيام، قصيدة أي قصيدة أو شعر. شرح البيت: سألوني لماذا أكتب هذا الشعر الذي سيدوم لآخر الدهر وأسلم فيه على الفتيان. قلت الشباب أتم عقد مآثر، من أن أزيدهم الثناء عقودا. قلت أي أجبته، الشباب أي الفتيان، الشباب الصبا، أتم أي أكمل بمعنى كامل، عقد أي سلسلة طوق، مآثر أي إنجازات بطولات، أزيدهم أي أضيف إليهم، الثناء أي الإطراء المديح. عقود جمع مفرده عقد أي سلسلة أو طوق. شرح البيت: أجبتهم إن لهؤلاء الفتيان أفضل سلسلة من الإنجازات العظيمة، وهم لا يحتاجون إلي كي أمدحهم، سيمدحهم الزمان نفسه. قبلت جهودهم البلاد وقبلت، تاجا على هاماتهم معقودة. قبلت أي وافقت ناسبت، جهودهم أي مجهوداتهم أعمالهم، البلاد أي الأوطان. قبلت أي لثمت بالقبل أو باست. تاجا أي تاج إكليل، على أي فوق هاماتهم، جمع مفرده هامة أي قامة، معقودة أي مبرم مثبت موضوع. شرح البيت: لقد ناسبت أعمالهم حاجات الوطن، ولذلك قبل الناس قاماتهم كأن عليها أكاليل العزة والمجد. ما كان أفطنهم لكل خديعة، ولكل شر بالبلاد أريد. ما كان أي كم كان، هنا تعجب من ذكائه.
أفطنهم أي أذكاهم، أنبههم، أدركهم. خديعة أي خدعة، حيلة، مكيدة. لكل شر أي لكل سوء ولكل إثم. البلاد الأوطان والدول. أريد فعل مبني للمجهول من أراد أي شاء وابتغى. شرح البيت: لقد كان الفتيان متنبهون للمكائد والمصائب التي أراد المعتدون أن تصيب الوطن. جادوا بأيام الشباب وأوشكوا يتجاوزون إلى الحياة الجودة. جادوا أي تكرموا، تفضلوا. أيام أي أوقات، أزمان. الشباب أي الفتيان النشأ. أوشكوا أي قاربوا، كادوا. يتجاوزون أي يفوقون، يتخطون. الحياة العيش أو المعيشة. الجود أي الكرم، الفضل. شرح البيت: لقد ضحى هؤلاء الشباب بأحلى أيامهم من أجل الوطن، وكادوا يضحون بحياتهم أيضا حبا بالوطن. أنتم غدا أهل الأمور، وإنما كنا عليكم في الأمور وفودا. أنتم أيها الشباب غدا أي في المستقبل. أهل أي أصحاب، مالكين. الأمور أي الأحوال، الشؤون، المواضيع. إنما نحن عليكم أي نحن بالنسبة لكم. الأمور أي اتخاذ القرارات. وفودا أي وكلاء، مفوضون. شرح البيت: أيها الشباب، إنكم أصحاب القرار في المستقبل، أما نحن فنمر عليكم مرور الكرام ونهيئكم لذلك الوقت. فابنوا على أسس الزمان وروحه ركن الحضارة باذخا وشديدا. ابنوا أي أسسوا، أنشئوا، أشيدوا، أقيموا. أسس أي مبادئ، قواعد، ركائز. الزمان أي الزمن، العصر، الحقبة. روح الزمان أي خلاصة الزمان، فكر الزمان. ركن أي زاوية، أساس. الحضارة أي المدنية، التحضر، التمدن. باذخ أي منفق، مفرط، مبذر، مسرف. شديد أي مكثف، مشدد. شرح البيت: أسسوا على مبادئ وأفكار هذا العصر قواعد المدنية والتحضر الذي سيكون مفرطا في اختراعاته. إن الذي قسم البلاد حباكم بلدا كأوطان النجوم مجيدا. إن الذي المقصود هنا القدر. قسم أي وزع، قسط، أعطى. البلاد أي الأوطان، الدول. حباكم أي أعطاكم، منحكم. بلدا أي وطنا. أوطان النجوم أي المجرات، أماكن وجود النجوم وهي السماء. مجيدا أي من المجد، أي عظيم. شرح البيت: لقد منحكم الله وطنا واسعا كريما عاليا علو السماء التي تحتوي المجرات والنجوم.